يا ابويا علل واخره لما انت صحى جروحي حمل وما قادرش اتخرق عني وهتودي روحي. يا ابويا علل واخره لما انت صحى جروحي حمل وما قادرش اتخرق عني وهتودي روحي. زحام او هماليني بدعي اللهم ليني زحام او هماليني بدعي اللهم ليني يا همومي وهمليني يا همومي وهمليني وبال ما تجي روحي. يا ابويا علل واخره لما انت صحى جروحي املي وما قادرش اتخرق عني وهتوش روحي. يا ابويا علل واخره لما انت صحى جروحي املي وما قادرش اتخرق عني. ليلاتي في المعدة ينعاد عمري اللي عدى ليلاتي في المعدة ينعاد عمري اللي عدى والقى الماضي اللي عدى عالحاضر يستعدى. ليلاتي في المعدة ينعاد عمري اللي عدى ليلاتي في المعدة ينعاد عمري اللي عدى والقى الماضي اللي عدى الحاضر يستعد. والحزن في قلبي نخره والريح نحفك سطوحي. ويا ابويا الليل واخره لما انت صحى جروحي. يا ابويا الليل واخره لما انت صحى جروحي املي وما قادرش اتخرج عني وعن وش روحي. يا ابويا الليل واخره لما انت صحى جروحي حنيني. يا فجر يا جاي تعالى زحم لتجيل حنيني. بدعي لله تعالى يطفي شوقي وحنيني. يا فجر يا جاي تعالى زحم لتجيل حنيني. لا يضيع كنز اللي دخره ونوحي يا روحي نوحي. ويا ابويا الليل واخره لما انت صحى جروحي. علل واخره لما تصحى جروحي املي وما قادرش اتخرج عني وعن وش روحي. يا ابويا علل واخره لما تصحى جروحي املي وما قادرش اتخرج عني وعن وش روحي. تعال يا رحيم، مالك واقف ليه؟ بيتك ومطرحك. لا خلاص، ما عادش بيتي وانا مطرح. ولادك بيقولوا ان ما لهمش مطرح الا هنا. القول ما هواش قول ولادي يا مرحي. امال قول مين؟ امال احنا بنسمع غير كلام ولادنا؟ بتبص لي ليه كده؟ لو الاهالي بيسمعوا كلام ولادهم ما سمعتيش كلام ليه يا اما؟ ابال اذا كان في حد سمعت كلامه بعد المرحوم ابوك يبقى انت يا رحيم. بعدين انا جايه هنا ليه؟
عشان اسمع كلامك وانت تسمع كلام ولادك. كنت قاعد احكي لهم واقول لهم يرضيكم يرضيكم يا اولاد رحيم، ابوك يفوتني بعد ما فاتني المرحوم جدكم، يرضيكم يهد عيلته واسمه وعزوته، احكمهم وراضي حكمهم. لو عاوزه تحكم اولادي بصح يا مرحيم قوليهم الحقيقه، هنادي اولادي كلهم وتسمعيهم وتشهديهم على ابوهم. واد يا سامي بهجت، تعال نادي اولادك، بدي اشهدك، تعالوا قربوا قربوا كلكم، اسمعوا جدتكم، سمعيهم قولي لهم، بس تقولي من اول المبتدئ عشان ولادي ما يظلمونيش. انت كده بتعلم ولادك القسوه يا رحيم. هاني ايوه بتقطع عروق المحبه اللي بين الاخ واخوه. قولي كيف بقطعها، قولي اللي انت عاوزه تقوليه. ما يتقالش ما يتقالش، لم ولادك وراجع روحك وادعي ربنا ينور قلبك. تعالوا اسمع من ابوكم اللي جدتكم ما قالتوش. جدتكم صعب عليها تدي ابوكم حقه وتقول ان هو اللي شال، هو اللي شال الحمر العمر كله، فات الشهادات لاخواته. انا ما عاوزت من ولادي غير شهادات دكتورات، اللي حاسس بابوه مش عايز يظلمه ياخد شهادته. انا لو صرفت اللي حلت كله عشان اشتري لاي حد منكم شهاده مش هقدر. انا ما زعلانش عشان معيش شهاده، هزعل ميتي لو حد قصر بيجي اقل من عمو زين او المنشاوي. فاهمين يا ولد الحيم؟ فاهمين يا بابا. ادام فاهمين يبقى خلاص، حضروا كتابكم ودفاتركم ويلا نمشي من هنا. هنا خلاص ما عادش مطرح. ايه دي؟ ده المفتاح، مفتاح الوكالة. ماني خابرة انه مفتاح الوكالة، جايبوا ليه؟ ما عاد ليش قعادة هنا يا مرحيم. بتقعد فين امال؟ بدي اعاود. تعاود؟ المنشأة بلدي ترابها ولا بقى ضامل؟ جاي للواك تقول عاود؟ ما عودتش ليه والمرحوم على وش الدنيا؟ كل ما اقول عاود كان يحشني، يقول حنعاود مع بعض، دلوقتي جي وقتها وبعد الحق اقعد مع مين؟ تقعد معانا يا عزازي، تقعد معاي. كلنا كنا قاعدين مع الحاج الله يرحمه من يوم ما جينا، من اكتر من 30 سنة وانا قاعد معاه، ما خطرش على بالي اعمل دكان واقف فيها عشان ما بعدش عنه. دلوقتي حبعد عنه ليه؟ وافوت لوحده ليه؟ بالاذن يا ام رحيم فوتك بعافيه. استنى هتعاود ميته. هروح المحطه اخد قطر العشيه. خدني معك. اخدك معاك؟ ايوه أنا راجع معاك، ما كنتش وحدك قاعد مع الحاج، أعاود أزورك.
ويمكن أقعد معها. ليش قاعد هنا؟ تقعد هناك فين يا أم؟ داري بلدي. ودارك مش هنا؟ داري اللي فيها راشدي وولدي داخلين خارجين علي دلوقت، لا في راجل ولا ولد. أقعد لمين؟ لا فين الشال؟ قلت لك لا فين الشال يا فاطمة. مش عاوزة تطوعيني؟ يمكن تكون آخر مرة بطلب منك فيها شاي، لا آخر مرة تشوفيني فيه. مش كفاية؟ مش كفاية أبويا فاطمة؟ أنت كمان بدك تفوتينا؟ ما أنتوش صغار، كلك في داركم وسط أولادكم. أنا اللي ما عاد لي الشيء. كلنا ولادك وأخواتي كلهم طايق. وين أخواتك دول؟ بص حواليك وقولي لي هم فين؟ دار ولا بي؟ دار أبوك لي لحد ما أروح له. خدي بالك من ولادك يا فاطمة. ليه؟ لاجل ما يكبر ويفوتوني وفوتهم أنا كمان. مش ده اللي حاصل يمه؟ هيطلعوا لمين؟ ما انت اللي بتعلمينا اهو يا مرحيم. لا، ولادك مش كيف اخواتك. ادعي ربنا ان ما يطلعوش زيهم. اخواتي كانت الدنيا كلها بتضحك بيهم. حصل ايه؟ الناس كلها كانت بتحسدهم. جرالنا ايه؟ عينه صابت من حسدة الناس، غرت الدنيا. كانت لنا فين المغنواتية دي؟ شوفي طريقة مع الحيب. قولي لاخواتي شوفوا يرادوه كيف. اخواتك اللي عيرادوه ما رادوا نفسهم الاول ويبقوا اخوات صح ابكمهم. تعالي يا فاطمة. امسكي. امسكي فلوس. ما بديش. حق مين ده؟ انت مالك؟ يا حقي فلوس ابوكي وانا اخدها ليه لوحدي؟ يعني ايه؟ يعني مش حقي يا مرحيم. وان كنت عايزه تديني اديني حقي قدام اخواتي مش من وراه. دي فلوسي وانت ولاخواتك بيها. لا لا يا مرحيم، انا مش حمد يدي على قرش من ملك ابوي إلا قدام إخواتي. وإن كان لي حق هاخده. أخرتها أخرتها كل حي يطول اللي يطوله من ورا أخوه. ما نبقاش ولاد عمران المنشاوي. يا
في ايه يا فاطمه؟ مالك؟ مفيش حاجه. فوت يدك. فوت يدك ازاي بس؟ مش تقولي لي الاول في ايه؟ ازيك يا معزز؟ الله يسلمك يا استاذ يحيى. طيب قول لام رحيم اني هستناها تحت. في ايه؟ مين مزعلك يا ابو وجيه؟ فهمت خلاص. بس على فكره انت غلطانه بقى. ابو وجيه مزعلنا كلنا. انت كده اللي هتشيلي الهم كله في قلبك. احنا كلنا شركاء. انا زعلانه من حاجه تانية خالص. خير يا ابو وجيه؟ خير. بس انا يعني يا مريضه بصراحه مش متوقع ان انا اشوفك زعلانه خالص. احنا كلنا بنحبك جدا، بنعتبرك الصدر الحنين لينا والوش البشوش اللي ما بنستريحش غير لما نقعد معاه. اقعدي بس كده بالهداوه واحكي لي حصل ايه. امك يا يحيى. امي مالها؟ هتفوتنا وتمشي. هتفوتنا وتمشي ليه؟ هي ماما تعبانه؟ لا يا ولدي مش تعبانة. الحمد لله يا أم. هما اللبسة وراحة فين؟ ياه لا نعيده نزيده. معاودة البلد أنا وعمك عزازي. أنت وعم عزازي؟ جينا من البلد أنا وأبوك وعمك عزازي ومعاودة. ما تقوليش معاودة ليه؟ أختك خابرة. خابرة إيه؟ أمك هتفوتنا ليه يا فاطمة؟ عشان كلكم فتوها، حتى رحيم الكبير فات البيت. بس انا لسه ما فوتكيش يا امه. انت كبرت وبقيت راجل، ما انتش صغير. لا بقى يا ستي، انا صغير وهفضل صغير على طول كده لحد ما اتجوزيني وابقى قاعد في بيتي، وبعد كده وبعدين كل حي يروح لحاله. انا كمان عرفت حالي في البلد. جربوك بعدين يا امه. بعدين لما تبقوا اخوات ابعتولي. شفت يا يحيى هتتصرف كيف؟ هوصلها. وصلني لوين؟ بلدنا نجع المنشاوي. يلا يا اما يلا. اوعى تقول لي اقعدي. انا هقول لك اقعدي؟ لا طبعا. يلا سافري. اسافر؟ بس اوصلك. مش باقي علي اياك. بالعكس، ده انا عشان باقي عليكي هاكي معاكي. بس نحط الحاجات دي في شنطه واغير هدومي ونتوكل على الله. مش هتوصلني وترجعني تاني. مش راجعي. مش هترجعي غير لما اولادك كلهم يتجروا وراكي على المنشاه ويجوا يتحايلوا عليكي ويبوسوا القدم ويبدوا الندم. ايه الجمال ده؟ خطه فرعونيه من امي 100%. مش كده برضو يا ام رحيم؟ بتبصي لي ليه؟ انا ما كنتش عارف احلها ازاي، حضرتك حلتيها كده. الكل هيفوق واولهم رحيم اخويا. زمان مع معزازي في اسبوع. لا هم يومين بليله من سوهاج لحد هنا. 9 ساعات بالكتير قوي توصلوا. بس 40 عليه. احنا في عصر السرعه يا ام رحيم، يعني ممكن ناخد طياره لحد الاقصر وبعد كده نمشي عليكنا فوق في السماء لاخره ايامنا. ما قادرينش نعيش على الارض، هتطيرنا فوق. مرحيم انزل يا مرحيم. يا مرحيم احنا جايين نجري اول ما فاطمه قالت لنا. يا امي من فضلك انزلي معانا دلوقتي وبعدين نتكلم هناك. ما نزلاش. سمعتوها يا ولاد عمران؟ يا مرحيم الناس بتتفرج علينا. الفرجه جايه بعدين. ما تقول القطر يهم بينا قوام من هنا. مش قلت بيهم قوام؟ حاضر يا مرحيم بس حضرتك قلت ما قلتش ومش هقول.
يا ام رحيم مش كده، هرد عليا قدام الركاب. اتفضل اقعد يا سيادة المستشار. لا يا عم عزازي خليك مستريح، ده مكانك اقعد. احنا جينا لك كلنا اهو زي ما قلتي. لا مش كلكم، فينوا كبيركم؟ فين رحيم؟ يعني كلنا كده ما نغنيش عن رحيم، لازم رحيم اولكم هو. ان ما جاش يبقى اني ما عملتش حاجه، لازم يجي ويقول ظلمت اخواتي سامحيني يابا. انزلوا انتوا يا سياده المستشار. ننزل فين يا يحيى؟ ننزل ونسيب والدتك تروح فين؟ استريح انت يا عم عزازي، احنا مش هنقعد. هتسافروا واقفين كده؟ ان شاء الله حتى ماشيين، ولا احنا نروح ننام في بيوتنا ومش عارفين جرالها ايه؟ يا حاج عملي معروف، انزلي معانا دلوقتي وريحينا، وانا وعدك اني هتصرف وادور لك على رحيم واجيبه لك لحد عندك علشان اريحك. مالك يا رحيم؟ رد عليا فيه ايه؟ رحيم مالك؟ مالك يا حبيبي؟ مفيش، كنت لازم اروح لها. انا كده رايح متاخر قوي يا ام رحيم، ما اعرفش اذا كنت هتسمحني ولا لا. بصيلي ليه؟ بس اعمل لك اي حاجه، مش عارفه اعمل لك ايه. عارفة أحسن حاجة تعمليها إيه؟ قولي وأنا أعملها لك على طول. ترجعي. أرجع. ترجعي وتسيبيني وحدي. مفيش مخلوق في الدنيا هيقدر يساعدني دلوقتي. عاوزني أسيبك. عاوزني أسيبك وأنت في الحالة دي وبتقولي أرجع. مفيش غير ربنا. ربنا هو اللي يقدر يساعدني. قول يا رب. يا رب. يا رب وحياة حبيبك النبي. أوصل بس لغاية المرحلين، أبوس على رجله وبعدين أرتاح. كل شيء بإذنه يا ولدي. صح، كل شيء بإذنه صح، بس أنا دايما بروح متأخر. دايما توصل متأخر يا رحيم يا منشاوي. محدش في البيت يا ابو وجيه. المفتاح معايا لو عاوزه. راحوا فين امه؟ سافروا الصيد. سافروا كلهم؟ كلهم؟ كلهم مين؟ ما عادش غير امك ويحيى. هو عاد في حد؟ ويحيى ليل نهار برا. امك كانت قاعده معاك انت وولادك. ولما مشيته قالت انا هقعد لوحدي، سافرت على الصيد. قالت تقعد جار ابوك مادام ما حدش من ولادها يقعد معاها. هتقعد فين؟ تعال نقعد في اوضه الجلوس. خلينا هنا يا فاطمه. قاطع فيك انك رحت لقيت بيت المنشاوي مكفول ولا صعبان عليك امك؟ انا تحايلت عليها تيجي معايا، قالت لا. اعمل ايه؟ انا اللي اقول لك تعمل ايه يا ابو وجيه؟ وفي حد بيعدل عليك؟ أجيب لك تتغدى؟ ولا ما وحشكش وأكل فاطمة أختك؟ ولا ما عادش بيلد عليك زي ما بيلدش عليك سكنك معانا؟ أبو وجيه، أكيد كنت رايح عشان لازمك شيء، ولا كانت أمك وحشاك وعايز تطل عليها؟ تفضل المفتاح. أما تخلص ابعته.
حد في الوكالة ولا في البيت؟ أم راحوا فين؟ هاجروا ولا سعيد؟ نعمل ايه يا معلمي؟ خلينا نعمل واحدة يا أخوي، روح الوكالة شوف في حد موجود هناك ولا لا؟ ما لسه جاي من هناك يا معلمي، مقفولة، وأنت من امبارح رايح جاي عليها وبرضه مقفولة. يعني إيه قفلوا وكاليتهم وبيتهم وحالهم ومشوا؟ أكيد في حاجة. ما هو مفيش غير حل واحد. حلها يا فالح. أكيد عم عزازي مات. يعني إيه؟ راحوا كلهم يدفنوه في الصعيد؟ إيه رأيك؟ رأي إنك تبطل حلوك الخايبة دي بقى وتسكت وخد بالك من المحل لغاية ما أرجع. رايح فين يا معلمي؟ رايح فين؟ رايح أشوف إيه؟ قلبي وكأني مش مطمن وعقلي بيود ويجيب. خش يا سيد. يا ساتر. تعال يا سيد خش، مفيش حد هتنادى علي عشان يتستر. يعني ايه يا رحيم؟ يعني زي ما انت شايف كده، انا هنا لوحدي قاعد اقول يا ساب للستر استر يا رب. واقف ليه؟ هات الكرسي واقعد. ولا مؤاخذة يعني، ما الجماعة راحوا فين؟ سافروا، سابوا البيت وسافروا. ولادك سافروا؟ ما أنا قصدي يعني قلت مش معقول ولادك هيسافروا وهم في المدارس وبالعقل كده، إزاي هيسافروا وأنت ما تسافرش؟ ولادي ما سافروش وولادي مش هنا. الحاجة هي اللي سافرت وسابت البيت. ليه خير؟ سابت البيت ليه؟ عشان أنا سبت البيت أنا وولادي. أنا هقول لك يا سيد، ما أقدرش أخبي أكتر من كده. بعد إخواتي ما عملوا اللي عملوه، أنا قلت خلاص كل حي أولى بحقه. سبت البيت والوكالة ورحت شفت مطرح بعيد عن هنا أعيش فيه أنا وولادي. لا ده أنت رحت بعيد قوي كده يا رحية. ما كانش قدامي غير السكة دي. لا قدامك سكة كتير، بس انت اللي اخترت السكة دي، سكة الخسارة. صدقني يا صاحبي، انت راسك وقال في سيف انك انت تخسر كل حاجة. لا انا هاخد كل حاجة. انت اول اللي عارفين يا سيد يا مولا ان كل دي شجاعي قد يدي. عارف كويس قوي انا عملت ايه عشان اخواتي يبقوا زي ما هم كده. محدش بياخد ثمن الواجب يا عم رحيم، مش هي دي الاصول؟ مش بيقولوا لا شكر على واجب؟ يعني كل حاجه وليها اصول. انت مش هتربي اخواتك وتستنى لما يكبروا ويبقوا في مراكزهم دي وبعدين تطلع النوته وتحسب لهم مصاريفهم وتطالبهم بتربيتك ليهم؟ انا ما طلبتهمش بحاجه. امال اللي عملته ده بايه؟ هم اللي عملوا مش انا. هم استكتروا عليا ارتاح لي يومين. وعمرك ما هترتاح العمر كله يا ابو وجيه، صدقني يا صاحبي. هتبقى انت ومرحيم اياك، مش هرتاح ليه؟ واني كمان مش هرتاح. عارف ليه؟ لاني حاسس انني سبب المشكله دي. حطيتك على السكه وما كنتش عارف انك هتاخدها جد وتعيش الدور بالشكل ده. ده ما بقاش تمثيل، ده بقى بجد. واني طلعت مخرج اهبل، انا عرفت اوزع الادوار ولا اختار البطل. اني كنت فاكرها مسرحيه كوميدي هنقعد نضحك ونهلل ونسقف لبعض، طلعت تراجيدي غم اسود. صدقني يا رحيم، بدل الناس ما هتضحك هتبكي، واحنا اولهم هنبكي على تمثيلية إحنا اللي عملناها بس ما عرفناش نمثلها كويس. بعد إذنك يا بطل. رايح فين يا سيد؟
رايح اشوف الستاره عشان اقفلها على المسرحيه الغم دي. يفضل يدق كده كتير على الباب. راجع بالمفتاح. واللي يرجع بالمفتاح ما نفتحلوش ولا ايه؟ روح افتح. ما تشاهلي، روح افتحي. حاضر حاضر. حاضر. الصبر الصبر. ايه يا ام شنب، انتوا فين؟ احنا في المطبخ. في المطبخ؟ والمطبخ ده تحت الارض. بسم الله الرحمن الرحيم، سامحوها ما توصلش. ايه يا بنتي، مالنا ومال تحت الارض؟ خلي كل حي في حاله. يا ماما يا ماما يا ماما. ايوه هلا. انا نازله يا ماما. رايحه فين؟ رايحه بيت جدي. رايحه بجدك تعمل ايه؟ هنذاكر يا ماما. هتذاكري انت ومين؟ انا وجيه يا ماما، حضرتك عارفه. اصل في درس في الانجليزي انا مش فاهماه، وحضرتك عارفه طبعا وجيه شاطر في الانجليزي، فقلت نذاكر يعني مع بعض. في حاجة يا ماما؟ حضرتك عندك اعتراض؟ بلاش افهم الدرس؟ مش الانجليزي وحده اللي انت مش فاهماه يا هناء. امال ايه يا ماما؟ فهميني، الامتحان قرب. في حاجات كتير ما انتش فاهماها. زي ايه؟ فهميني. اول هام مفيش حد في بيت جدك دلوقتي. ليه؟ راحوا فين؟ خالك خد ولاده وبعد عن هنا. راح فين ومشي ليه؟ عايزه تفهمي كله مره واحده؟ كيف خالك زعلان واحنا كمان واخدين على خاطرنا؟ يعني مش هروح له تاني؟ مش هذاكر معاه؟ يا مشلبي افتح الباب. خالك. خالي مين؟ خالك ابو وجيه. خليك هنا. هو ماشي مش قاعد، مالوش عازة لتطلعي ولا يشوفك. عاوزاش تجربي مني يا فاطمه؟ طب جربي خدي المفتاح، ولا عاوزانا اديه لام شلبي؟ انا اللي اجرب واجيلك يا اختي، انت دونا عنهم كلهم اللي لازم اجيلك. اهو اتقابلنا في نص الطريق كيف ما بيقولوا. عمرنا ما عدينا الخطاوي اللي تقربنا لبعض يا رحيم. ايه مفتاح تقيل عليك ولا ما بقتش طايقه؟ رضا فين امال؟ عايز رضا ليه؟ اشوفه يلزم ايه كيف ما وعدته. انا قلت انه ما يفوتش العالم، ودكان ابوه انا اللي هدورها له. شوفيه يلزم ايه وانا سداد، اذا ما كانش عشان خاطرك، عشان خاطر المرحوم ابوه. ولدي ما يلزموش شيء يا رحيم، وان كان هياخد ياخد حق امه. اذا كنت شايف ان ليا حق في ملك ابوي. يعني افتكرت حقك، نسيت حق ليه؟ حقك ابوك كتبه لك وهو حي. وهو حي مفيش حد له حاجه. وبعد ما مات محدش له حاجه الا انت يا ابو وجيه. كل اللي انت عاوزاه خديه يا فاطمه.
مش همد يدي على حقي الا قدام اخواتي بعد ما كل حي ياخد حقه. اخواتك ليهم حق وانا ماليش. ماشي يا فاطمه، برضه بعتي لي رضا واللي يلزمه هياخده من عندي قبل العين. خالي ازيك يا هناء؟ ازاي حضرتك يا خالي؟ عاوزه حاجه يا بنتي؟ لا انا كنت عايز اعرف بس سكنته فين، لان ماما قالت لي ان انتوا عزلته وانا كنت رايحه اذاكر مع وجيه. احنا بعدنا قوي يا هناء، احنا سكننا في المعادي. المعادي بعيد مش كده؟ عموما هتبقوا تيجوا تزورونا انت وامك واخوك. طب ممكن اخد العنوان؟ والله ما فاكره يا بنتي، هبقى خلي وجيه يتصل بيك ويملهولك. سلام عليكم. أنا مش فاهمة أي حاجة يا ماما. مش قلت لك عايزة تعرفي كله مرة واحدة هناء؟ طب أعرف حاجة واحدة بس. اللي لازم تفهميه إن خالك خلاص خد ولاده وبعد عن هنا، حتى علوانه مش عايز يقوله. عايزة تعرفي حاجة تاني؟ لازم تعرفي دلوقت ان ما قدامكيش غير شهادتك، محدش بيمد يده لحد. جدك خلاص مات وخد كل حاجة معاه، كفاهوش ابوك يسيبنا، فاتنا وحصله هو كمان. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. يلا يا دكتور هات الحاجة يلا تخرج. يلا بينا بقى يا مرحيم، بكفاياك قاعدة هنا يا مرحيم، الشمس حامية، تعالي نروح نقعد في الظل. اللي كان مضلل عليا نايم ما عادش فيه ظل يا ولدي. احنا كلنا نضلل عليك بروحنا يا مرحي. اللي ما عارفينش يضلل على روحهم يضلل عليا كيف؟ انت يا مرحيم اولى من روحنا. يلا بقى اديكي شايفه جايين نص السكه واقفين على رجلينا. يا مرحيم عايزينك تستريح عشان احنا كمان نستريح، وبعدين تسلمي على الناس اللي مستناك هناك دي. ناس مين؟ ناسنا اهلنا. اطل في وشهم كيف لما يسألوني على كبيركم رحيم؟ أقول لهم إيه؟ ها؟ قولي لهم رحيم عنده شغل ومعرفش يجي، ولما ننزل مصر إن شاء الله اللي تأمري بيه هننفذه. علقل وآخره يا ولدة، وش بعد نوح الموى ولدة، علقل وآخره مش بعد نوح الموى ولده، اللي الطريق قوي ولده، اللي هوا كان ولده، علل واخره يا ولده. طيابة تايها وركبنا الخطايا، علل واخر الخطايا تايها وركبنا.
جبنا الخطايابا، ريحنا الطيب زادنا طيابا، جرحنا روحنا ولا طيابا، لجرحنا يابا وعمرنا تاب. حشر روحنا وحشانا يا وشوش يا غاليه وحشانا، شوك حشر روحنا وحشانا يا وشوش يا غاليه وحشانا، حشاك تنسي وحشانا ده انا لا شن ولا وحشانا، انا قلبي ربي حبا وداك.